إن شاء الله راح نتكلم عن علاقة بعض الأمراض النفسية في كبار السن. أيضا قد تحجب بعض الشكوى الجسمانية الأعراض المصاحبة للاكتئاب عند كبار السن. لقد أوضحت الدراسات أن المسنين الذين يعانون من الأفكار الانتحارية قاموا بزيارة الطبيب المعالج لهم في الأشهر التي ظهرت فيه هذه الأعراض، ولم يكن هذا الطبيب طبعا طبيبا نفسيا مختصا. من ثم لم يحصل هؤلاء على العلاج المناسب لمثل حالاتهم، وهو ما قد يمثل لدى المسن خطورة خاصة، أنه يساعد على تصعيد بعض الأمراض الطبية الأخرى. فلقد أوضحت الدراسات أن الاكتئاب يزيد من معدل الإصابة بالأزمات القلبية والعدوى الخطيرة. فعلى سبيل المثال، يرجع بعض الأمراض القلبية إلى حدوث بعض التغيرات البيوكيميائية داخل المخ الشخص المكتئب، وينجب عنها ازدياد عدد ضربات القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، بينما يرجع بعض الآخر تلك الأمراض التي تحدث للقلب إلى عدم اهتمام هؤلاء الذين يعانون من الاكتئاب بنظام التغذية والكشف كشف المعالجة. أيضا معالجة ضغط الدم المرتفع. لذلك أيضا كبار السن يصابون بالأزمات القلبية التي تؤدي إلى الموت. وأيضا العلاج الطبي، أن الأمراض النفسية التي قد تصيب المسنين قد تنجم بعض الأمراض العضوية الأخرى، كمشاكل القدد الصماء كانخفاض وظيفة القدد، أيضا التهاب المفاصل وضعف السمع والبصر، والتي يعانون منها نصف هؤلاء يعني المرتدين، يعني الذين يعني يذهبون إلى العيادات مثل عيادة الإنفلونزا، أيضا مثل العيادة النفسية، أو كذلك العيادة أمراض السرطان وعيادة الأرق وعيادة أمراض السكر والجلطات الدماغية. بعض الأحيان قد يعني تخطأ في تشخيص الاكتئاب لدى المسن، ففي بعض الحالات قد يعني تشخص حالات فقدان الذاكرة والقلق والارتباك التي يعني تكون مصاحبة للاكتئاب على أنها أعراض مرض، مثلا مرض الزهايمر. فلو كان يعني مثلا أمر كذلك كانت يعني لو كان هذه الأعراض هي أعراض مرض الزهايمر أو التدهور التدريجي في وظائف العقل، طبعا فلا ينفع حينئذ العلاج، بل قد يعني تؤدي تلك الأعراض إلى الموت. ولكن قد يمكن بعض الاستشارة الطبية من قبل اختصاصي الأمراض النفسية، وأيضا قد يمكن بالعلاج المناسب القضاء على هذا المرض. في الختام، أن لدينا رؤية يعني متفائلة نحو هؤلاء المسنين، وكذلك يعني من منطق يعني إيماننا بأن كبار السن لديهم القدرة على العيش حياة سعيدة وذات يعني مقزة، بالرغم من ضغوط الشيخوخة وأعباءها، ويعني وما يصاحبها من أمراض عضوية. ولكن إذا تم تشخيص نوع الاكتئاب الذي لديه وتقديم العلاج المناسب لهم، يعني المفروض تطلع بنتائج مبهرة وكبيرة جدا من ناحية يعني تشخيص المرض المحدد تحديد المرض المحدد وتشخيصه تشخيص مناسب، وأعطاء المريض يعني علاج للمرض نفسه. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.